السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد بتغطيتنا المستمرة بشهداء على طريق القدس، نكمل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نبدأ بالتغطية مع ضيفي بالاستوديو الأستاذ رياض المحيلي، محلل سياسي، أهلا بك. أكيد ما زلنا في تكبيد خسائر الكيان في ضربة والرد الإيراني اللي كان المنصور يوم أمس بتصريحات كثيرة. راح أناقش وياك بداية بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، قال بأنه أكثر من 90% من صواريخنا نجحت في ضرب أهدافها داخل الكيان الصهيوني. وأيضا السيد الحوثي قبل قليل في كلمته التي ألقاها قال بأن 99% كانت هي نسبة هذه الصواريخ بالوصول لأهدافها. هل هي التصاريح معاكسة لما يدعيه الكيان بأنه الصواريخ كانت يعني 80 صاروخ يعني تم إلى الهدف وعدم تعتيم تام على الخسار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. أعتقد إذا تطرقنا إلى موضوع الضربة أو اختيار وقت الضربة أيضا مهم جدا، يعني كان وقتا استراتيجيا نستطيع أن نقول، وكان صبرا استراتيجيا من قبل الجمهورية الإسلامية. لا شك كان البعض يشكك في أنه هل الجمهورية الإسلامية تضرب هذه الضربات أو لا تضرب، يعني نسمع بالإعلام ربما الأصفر كان وحتى من بعض الدول العربية وإعلام الدول الغربية بأن إيران لن ترد ولن ترد، ولكن هناك كان يعني إيران تدرس كل الظروف السياسية والاستراتيجية بالمنطقة بما فيها الوضع العسكري وأيضا تختار بنج الأهداف. بالتأكيد كانت الضربة يعني اختيار الوقت واختيار الأهداف منسق جدا، يعني ربما أثهلت الكثير، يعني لم يتصور أن يكون الرد بهذا الشكل. نعم تم اختيار صواريخ باليستية من نوع فرط صوتي لها قدرة عالية على التدمير، لها قدرة وقدرة على الوصول إلى الهدف بدقة عالية بالتأكيد. يعني هنالك يعني حسب تصريحات يعني قيادات الحرس الثوري وقيادات من الجمهورية الإسلامية بأن أكثر من 90% من الصواريخ وصلت إلى أهدافها وبدقة عالية. نعم. لذلك نستطيع أن نقول يعني تقريبا هي 200 صاروخ ضرب على الكيان الصهيوني، وأعتقد وصلت وبلا شك، ليس أعتقد ولا نقول صراحة، بلا شك أنها وصلت إلى أهدافها وإلى مبتغاها، بحيث هنالك قواعد يمكن نستطيع أن نقول خرجت من الخدمة، يعني بمعنى مثل قاعدة نساريم المهمة، صحيح، قاعدة نيفاتيم التي هي في الصحراء النقب، قاعدة تساريم، فكل هذه قواعد استراتيجية مهمة، صحيح، تم تدميرها تقريبا بشبه كامل. يعني الهدف من كلام القادة اليوم من مثل السيد الحوثي من يخرج للشاشة ويتكلم بداية بصبرة وتعزية لأهالي لبنان بفقدنا للسيد الشهيد، من بعد ذلك تكلم عن هذا الرد وأثبت بأن الرد أصاب 99%. بالإضافة ذلك مثل ما ذكرت لك الوزير الخارجي، قادة ورموز مهمة تتكلم بداية عن هذا الانتصار، عكس الكيان الذي أول ما يتكلم حول الرد وسوف نرد، وسواء كانت هي ليست ضربات جوية توقعوا منا كما يدعون. السيد وزير الخارجية الإيراني تكلم وقال أخبرنا الولايات المتحدة ردنا المقبل سيكون أقوى في حال الاعتداء على إيران، وسياستنا هي سياسة دعم المقاومة وسنواصل في هذه السياسة. نعم، وهذا يثبت أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن محور المقاومة ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني. هنالك كان ترويج بالإعلام وأنتم تسمعونه يوميا، نسمع حتى صدعوا رؤوسنا بأن إيران تخلت عن محور المقاومة وإيران وإيران،
ولكن أثبتت الأيام وأثبتت الضربة المهمة التي ربما هي أضعاف الضربة الأولى. يعني الوعد الصادق 2 كانت يعني نسبة التدمير بها يعني تضاعفت عن الضربة الأولى. بلا شك الكيان الصهيوني يحاول التحتيم على هذه الضربة. هو يملك أدوات إعلامية ويملك قنوات إعلامية ويملك يعني حتى السوشيال ميديا وغيرها، ويحاول الترويج بأنها لم تضرب الأهداف وأنها محاولة منه من تقليل أهمية الضربة، باعتبار إذا اعترف بهذه الضربة بمعنى أنه هو خسارة كبيرة للكيان الصهيوني وحتى للمحور الغربي بصورة عامة. لذلك يحاول التغطية والتحتيم ومحاولة، حتى باعتبار أنه هو لن يستطيع الرد. للعلم نستطيع أن نقول وفق المعطيات وفق يعني وفق ما هو متصور يعني لدينا من معطيات سياسية وبالمنطقة وجيوسياسية بالمنطقة، أنه لن يستطيع الرد على الجمهورية الإسلامية. لذلك يحاول تسفيه الضربة ويحاول تقليل من الضربة، ولكن الضربة كانت مؤثرة جدا، وهنالك تقارير أيضا تشير، وكانت هنالك صور من قبل الفلسطينيين صوروا وأيضا صور من وحتى من المستوطنين. وبالتالي يحاول يعني رغم أن هذه تم يعني تسريبها ربما بمعزل عن الكيان الصهيوني، تم تسريب هذه المقاطع وأثبتت يعني ضربات توعية إعلامية وتعتيم. وأيضا الكيان يراقب السوشيال ميديا ويراقب مواطنيه ومخلي عليهم شبكات تجسس بعدم نشر ما يحصل في الكيان. بالإضافة لذلك هاي إشارة مهمة لكل اليوم الأحرار والغيارة وكل اللي اليوم البعض ينجرف بالأخبار الإعلامية. لذلك احنا لازم ناخذها من الشخص الصحيح، مثل السيد الحوثي، مثل القادة في إيران، المقاومة الإسلامية في العالم أو في العراق أو غيرها. لازم نأخذ الخبر الصحيح من مصدره الصحيح وليس من صفحات هي مروجة أو مطبعة. بالتأكيد يعني هي الآن هي الحرب الإعلامية أيضا جزء من هذه، هي جزء من صراعنا مع الكيان الصهيوني. لا شك أن الكيان الصهيوني والمحور الغربي أيضا المساند له، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الأوروبية، هي داخلة بكل ثقلها الإعلامي. يعني الآن هنالك كانت تصريحات في صحف بريطانية وأيضا إعلام ألماني وصحف أيضا ذكرت ما تسمى بالسردية الصهيونية، بأن هذه الضربات هي غير مؤثرة، وأن بالتالي محاولة تضليل الرأي في داخل. وهنالك حتى قنوات عربية يعني انساقت بهذا الانسياق وأيضا تبنت هذه السردية الصهيونية بأن هذه الضربات لم تؤثر ولم بل بانت على حقيقتها أستاذ رياض. وبالتأكيد أن هذه القنوات هي ربما طابور خامس، أو ربما هي مع الكيان الصهيوني قالبا وقلبا، لنكون صريحين، باعتبار هؤلاء الحكام هم تابعين للولايات وهم أدوات للمشروع الصهيوني الأمريكي بالمنطقة، وهم متماهين مع هذا المشروع. لذلك تكون قنواتهم الفضائية هي متماهية أيضا مع السردية الصهيونية ومع الإعلام الغربي والصهيوني، وبالتالي يحاول التقليل من الضربة. يحاول الضربة بالتأكيد هي استراتيجية وحققت أهدافها، وربما نستطيع أن نقول الكيان الصهيوني لن يصحى يعني منها بسهولة. يعني كانت هنالك تدمير حتى أشارت لبعض الطائرات المقاتلة يعني صحيح. من F-35 يعني أعتقد كانت في أحد المطارات أعتقد مطار الليد يمكن أصور يعني أو نيباتي من القاعدة العسكرية، وكانت طائرات موجودة وتم ضربها وتم تدميرها. وبالتالي يحاول التضليل، يعني إذا هو اعترف بهذه الخسارة بمعنى أنه هو خسارة حقيقية لهذا الكيان ولمشروع نتنياهو في الشرق الأوسط. من جانب آخر الكيان يخشى الإعلام المقاومة بالتحديد، بدليل اليوم استهدف البناية الخاصة لدائرة العلاقات والإعلام الخاصة لحزب الله، اليوم هدمها في الضاحية. نعم، يعني لا شك أن حزب الله هو متمكن بكل أدواته الإعلامية وحتى في المعركة، وأيضا هو متمكن بالإعلام. لا شك أنه أوجع الكيان الصهيوني حتى إعلاميا، ولذلك يحاول الكيان الصهيوني مثل ما نظرنا ومثل ما يحاول تضليل الداخل الصهيوني، باعتبار حتى المستوطنين هم يستمعون إلى، يعني هم يعرفون أن حزب الله وما يدعيه وما يقوله هو ليس ادعاءات وإنما حقائق واقعة. لذلك هو استهدف هذا الإعلام والهيئة الإعلامية لحزب الله، هو باعتباري متأكد أن هذا لها تأثير أو وقع كبير حتى على الداخل الصهيوني. وبالتالي هو يحاول يريد التضليل، يريد الاستمرار بعملية التضليل، باعتباره أن هنالك انهيار حقيقي للمعنويات هنالك المستوطنين. أقصد الآن المستوطنين أغلبهم في الملاجئ، يعني هذا يدل أن الكيان الصهيوني لم يستطع رفع معنوياتهم. هنالك الآن إفراغ للمستوطنات الشمالية، ولا يثق بحكومة نتنياهو ما تدعيه، وبالتالي
هذا هو نستطيع أن نقول أن الحرب الإعلامية هي جزء من هذا الصراع، وبالتالي أن تنقل الحقائق هذا سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على معنويات وحتى على جنود الكيان الصهيوني. أن جنود الكيان الصهيوني الآن هنالك انهيار حقيقي لمعنوياتهم عكس ما يتمتع به حزب الله ومحور المقاومة ككل، بمعنى هم يتمنون الشهادة، هم قادرين، شجعان، مواصل، وبالتالي هذا الفرق الواضح بالتأكيد سيكون له وقع كبير على هذا الصراع وعلى هذه المعركة. وبالتالي أكيد أستاذ رياض راح نكمل، لكن انضم ويانا الأستاذ أحمد حسين، هو خبير سياسي وعسكري من سوريا. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية حابة أعرف لماذا التحليق من قبل الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية حول منطقة ما قبل الاستهداف؟ سأذكر لك وضيفك الكريم وللسادة المتابعين فقط تصحيح الاسم، دكتور حسن أحمد حسن وليس أحمد حسين. ما يتعلق بالسؤال تحليق الطائرات، الأمر الطبيعي لابد من تدقيق الموقف، في هناك ما يسمى الموقف المتشكل في أي لحظة قد يتبدل، وبالتالي من المهم جدا تدقيق الموقف قبل تنفيذ يعني عملية إطلاق الصواريخ. لذلك يكون يعني ليس فقط تدقيق وتقاطع المعطيات، تكون هناك عمليا رصد جوي، رصد احيانا بالنسبه للبنان رصد من البحر، واضافه الى يعني ادوات الرصد او الاقمار الصناعيه كما قلت من الجو، اضافه الى الطيران الاستطلاع المتخصص يعني تدقيق الموقف، هل هناك من ثم التغيرات حدثت في الدقائق الاخيره الى اخر ما هنالك. وبالتالي الطيران الاستطلاعي او المكلف بمهمه يعني متابعه الهدف من الامر الطبيعي ان يقوم بجوله في المنطقه لمعرفه ان كان هناك اي تغيرات ومقاطعه المعلومات من خلال الاقمار الصناعيه قبل الضغط على زر الاطلاق. نعم، بعد ذلك كان هجوم لغارات في مختلف المناطق وخاصه في الضاحيه الجنوبيه. استاذ حسن، الضاحيه اليوم صارت هي أول ما يبدأ الكيان بالاستهداف لبنان يبدأ بالضاحية، لما ذلك؟ يبدأ؟ لم أفهم السؤال. سألتك بأن الكيان الصهيوني اليوم من بعد استهدافات لمناطق عدة يبدأ بالضاحية دائما، وكأنها هي نقطة الانطلاق للدخول للبنان. ما الهدف من الاستهداف والتصعيد في الضاحية؟ ويوم أمس كانت هناك 17 غارة على الضاحية الجنوبية. أشكرك، سؤال على غاية من الأهمية. الكيان الإسرائيلي أستطيع القول بوضوح تام أنه فشل في المتابعة في بقية مناطق انتشار يعني المجموعات الخاصة بحزب الله في الضاحية، حيث يختلط المدني بالعسكري، وحيث يعني سواء كان كاميرات المراقبة في الشوارع، الوسائل التقنية الجديدة، كل العديد من يعني ما يساعد يعني أجهزة مختصة سواء كان الوحدة 8200 أو غيرها من الوحدات، يكون يعني ما هو متوفر في الضاحية يساعد العدو على يعني التعامل مع الأهداف أكثر. الملاحظ أنهم لم يفشحوا في استهداف أي من قادة حزب الله خارج الضاحية، وهذا يؤكد بأن هناك معطيات لا علاقة بالبعد المكاني هنا. يعني لا أستطيع أن أجزم إذا كان الكيان استطاع أن يجند أحدا، إذا كان يعني استطاع أن يزرع أجهزة معينة. نحن يعني مقيدون بأن حزب الله يستهدف ما يحصل عليه من معلومات حاليا، لا، منذ 2006 وهو يجمع المعلومات، ومنذ 2006 وما قبل ذلك وهو يعمل على يعني محاولة الحصول على داتا. والجميع يذكر بال 2008 عند موضوع 7 ايار، يعني كان مرحلة بلاستيك اراد من خلالها يعني كان المقصود منها التحكم بشبكة اتصالات حزب الله. اذا من 2006 حتى الان وهو يجمع ومركز جهده على الضاحية، ولذلك قد يكون يعني اي تحرك في الضاحية وما حولها قد يكون فعلا مرصود ومتابع من قبل اجهزه الكيان والاجهزه المختصه المرتبطه بهذا الكيان. النقطه الاخرى التي اردت الاشاره اليها، نعم، يعني لا يجوز على الاطلاق
النظر الى ان حزب الله او المقاومه الفلسطينيه او اي طرف اخر من اطراف المقاومه هو يواجه جيش الاحتلال فقط، جيش الاحتلال بكل ما لديه من اجهزه استخباراتيه وعسكريه واستطلاعيه وقوات نخبويه وغير ذلك. اي احتكاك، اي مواجهه مع الكيان الاسرائيلي هي مواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه، مع الغرب الاطلسي، مع العديد من الدول، غالبيه الدول المتقدمه في المجال الالكتروني والتقني والاتصالات، فضلا للاسف عن بعض دول المنطقه. وبالتالي التركيز على الضاحية، لأن الضاحية من المتعارف عليه أنها المقر الرئيسي، يعني قد يكون المقر الرئيسي لأكبر عدد ممكن من القيادات. هو يظن أنه باستهداف القيادات يعني يمكن أن يقضي على أو يخمد نشاط حركة حزب الله، وقد غاب عن أذهان أولئك القتلة أنهم عندما استهدفوا سماحة الأمين العام السابق سماحة عباس الموسوي، مع وجود مع قدوم سماحة السيد حسن نصر الله، انطلق الحزب بوتائر أسرع بديناميكية أعلى. وحقيقة يعني واضح بأن استمرار بهذا الاستهداف خطر. سأعود لك أستاذ حسن. أستاذ رياض، خلينا نلقي الضوء أكثر على كلام السيد الحوثي قبل قليل، تحدث عن عملية الوعد الصادق الثانية وأشار لها بأنها ناجحة وقوية وضاربة، بالإضافة إلى ذلك تكلم عن أن هناك في جبهة الإسناد من اليمن هناك إطلاقات باتجاه يافا وأم الرشاش بوقت اللي كانت فيه عملية الوعد الصادق، وهذا لم يعلن عنه في من قبل يعني الإعلام بصورة عامة. نعم بالتأكيد، يعني هنالك تنسيق كبير بين محور المقاومة ككل، يعني لا شك في ذلك. يعني هنالك تنسيق بين يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين اليمن، بين اليمن وبين فصائل المقاومة العراقية، بين حزب الله والفصائل، وهكذا. بدليل أنه إيران أعلنت بأنه أخبرنا الدول الصديقة. نعم. كان هنالك علم فقط للدول الصديقة، وليس بما يروج بالإعلام بأنهم أبلغوا الولايات المتحدة، هذا غير صحيح. أنهم لم يبلغوا الولايات المتحدة. هل هي صديقة؟ لا، باعتبار أنه هذا يعني عنصر المباغتة. لا شك أنه عنصر المباغتة، ولكن ربما عن طريق الأقمار الصناعية اكتشفوا أن هنالك تحضيرات لضربة، في حركة يمكن حركة وتحضيرات، ولكن هذا لا يعني أنهم يعني عرفوا وقت الضربة بالوقت، وأيضا ولا كانت هي مباغتة مع نعم. كل هذا كانت مباغتة. الضربة كانت مباغتة، والتنسيق بين محور المقاومة كان على مستوى عالي جدا، لا شك في ذلك. أعتقد هذه هي ربما أحد الأوراق التي يملكها محور المقاومة، أحد يعني يملكها في محاولة التفوق على الكيان الصهيوني وعلى المحور الغربي. لا شك في ذلك. الضربة مثل ما أشرنا هي حققت أهدافها واستطاعت نقل المعركة إلى مرحلة جديدة، وهذا يؤكد أن هنالك هيمنة لمحور المقاومة الآن. يعني معادلة طوفان الأقصى وتداعياتها تغيرت، يعني المنطقة الجيوسياسي كلها تغير في المنطقة. صحيح. لا شك في ذلك. وأعتقد بعد الضربة كان لها تأثير واضح ووقع كبير، يعني الآن بعد هذه الضربة سوف تكون لها أيضا تداعيات خطيرة على الكيان الصهيوني، بلا شك في ذلك. بالتأكيد الآن هنالك ضربات أيضا موجعة، يعني ربما الكيان الصهيوني أيضا يعتم على ضربات اليمنيين، يعني أعتقد هم استخدموا أيضا صواريخ فرد صوتية وضربت حتى على تل أبيب وأيضا على عسقلان وغيرها من المواقع العسكرية المهمة داخل الكيان الصهيوني، وأيضا أصابت أهدافه. ولكن نلاحظ هنالك تعتيم وتغطية، ما هاي الأهداف، ما هذه الأهداف في داخل الكيان، ما حققت، ما هو نوع الضربة. دائما يعتم الكيان الصهيوني على، يعتم حتى على ضربات فصائل المقاومة العراقية. يعني هم يستهدفون أم الرشراش بكثرة، وأيضا في بنايات محصنة لقواعد مهمة داخل أم الرشراش، وأيضا استهدفوا قواعد في داخل الأغوار الجنوبية، واستهدفوا قواعد عسكرية في الأغوار الشمالية. وهنالك أيضا في الجولان المحتل يعني قواعد عسكرية تم استهدافها. بمعنى آخر أنه هذه الضربة استطاعت تحييد قدرات الكيان الصهيوني، بلا شك بذلك. يعني الآن
هنالك يعني ربما نستطيع يحاول التحتيم عليها باعتبار حتى لا يكون هنالك انهيار حتى لجنوده. هذه الضربات نعم. كانت موجعة جدا ومزلزلة. نعم صح. خلينا نشوف تأثيرها حسب أستاذ حسن، هو خبير عسكري. لذلك أستاذ حسن، قبل قليل السيد الحوثي قال أنه بلغ السفن المستهدفة من قبل المقاومة اليابانية 188 السفينة في عدة منافذ في البحر الأحمر والبحر العرب والمحيط الهندي، ما تأثير ذلك على الكيان؟ سيدتي، إذا قال السيد الحوثي فعلى العالم أن يصدق ما يقوله السيد الحوثي، وإذا قال أي قائد من قادة محور المقاومة أي كلام فعلى العالم أن يأخذ به تحذيرا كان أو تنبيها أو تهديدا بآن معا. يعني فيعني قادة محور المقاومة إذا قال فعل. ما يتعلق بأهمية يعني التصدي أو أهمية المتغير اليمني، اسمحي لي من وجهة نظر شخصية أستطيع القول باطمئنان كبير بأن اليمن فرض متغيرا جيوبوليتيكيا على توازن القوى إقليميا ودوليا. من المتعارف عليه أن يعني الأهم القوة الأكبر صاحبة البطش البحر الجبروت البحر الأهم هي الولايات المتحدة الأمريكية. اليمن استطاع أن يواجه أعظم قوتين بحريتين في العالم، القوة الأعظم في الوقت الحالي وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والقوة السابقة ألا وهي بريطانيا، وإضافة لهما فرنسا وألمانيا وغير ذلك. وبالتالي عندما يعني يقول اليمن المقاوم بأن البحر الأحمر لا تمر منه أي سفينة يعني لها علاقة بالكيان الصهيوني، هو قال هذا الكلام ونفذه. ما الذي يستطيع أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية المعروفة يعني إذا عمليا حتى في أسس الاستراتيجية هناك نظريتان في الجيوبوليتيك، نظرية القوى البرية التي نادى بها ماكندير ونظرية القوى البحرية التي نادى بها سبايكمان وماهان وغيرهما من المفكرين الأمريكيين. واحدة تقول بأن من يسيطر على قلب العالم بريا يسيطر على العالم، الأخرى تقول أنه من يسيطر على المياه أو الحد الأدنى مناطق الشواطئ الرينلاند يسيطر على العالم منذ يعني أربعينات القرن الماضي، والاستراتيجية الأمريكية تأخذ بهذا المنوال. لذلك نرى كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية لها أساطيلها وبوارجها وحاملات طائراتها شتى العالم، ومع ذلك وعلى الرغم من أن غالبية الكون يعني إذا قالت الولايات المتحدة أمرا لا يحتاج إلى وزارة دفاع أو إلى تحريك الصقور، قد يكون موظف درجة ثانية أو ثالثة من الخارجي الأمريكي يلتزم بما يقوله يعني العديد من الأنظمة والحكام. لكن محور المقاومة يختلف. نعم. محور المقاومة اليمن عندما يعني العدد الذي ذكرتيه هذا ما يعني ما هو محصى ما هو مدقق ما هو مثبت. بالإضافة إلى ذلك أستاذ حسن، بقية السفن نعم. التي تنوي الاتجاه يعني الكيان الصهيوني وقد تغير الطريق، لا تذهب باتجاه الموانئ الإسرائيلية لكنها قد تذهب للأسف نعم باتجاه اما الموانئ المصريه او التركيه او غيرها. وبالتالي هذا دل على شيء فيدل على ان اطراف محور المقاومه يتداعي الادوار والغرف من الاطراف بما تؤهله ظروفه وامكانياته والحتميه الجغرافيه التي يتمتع بها يكون العمل وتكون المهمه التي ياخذ على عاتقه تنفيذها. نعم أستاذ حسن، بالإضافة إلى ما ذكرت من سيطرة البحر وأيضا الجو، السيد الحوثي أشار إلى إسقاط طائرات استطلاع أمريكية وقال بأنه عمليات الحديدة بالتحديد التي استهدفوها الكيان لن توقف عملياتنا المقاومة. بكل تأكيد يعني مع الأخذ بالحسبان بأن نوع الطائرات والاستطلاع التي أسقطها الأشقاء اليمنيون المقاومون اليمنيون هي يعني من الأجيال من الجيل الأحدث ما بين طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأمريكية الأكثر كانت ترفع إلى مسافات يعني تقرب من المسافات التي يطير بها الطيران الحربي، تتمتع بميزات كبيرة. ومع ذلك استطاع يعني المقاومون
يحاولون أن يتعاملوا معها وأن يسقطوا. عموما أصبح حوالي 9 إن لم يكن أكثر. نعم. هذا الموضوع والتابع. نعم سأعود لك. نعم استاذ حسن. طائرات من النوع الحديث والمتطور جدا الذي تعامل الذي استطاع اليمن الشقيق أن يعني يسقطه سواء كان للولايات المتحدة الأمريكية وللحلف ولحلفها الأمريكي بريطانيا وفرنسا. نعم. وغيرهما. نعم. سأعود لك. وبالتالي هذا نعم. يعني بأن نعم سأعود لك أشار استاذ حسن إلى أهمية اليمن وهذه جبهة الإسناد المقاومة، وأشار إلى نقطة مهمة بعد هذه الاستهدافات وهذا الملع ممكن أن يحول مسار الكيان والإمدادات تكون عن طريق مصر أو تركيا. زين تركيا هو أردوغان صرح بأنه ضد الهجمات على لبنان، هل سيناقض هذا الموضوع؟ تفضل استاذ. ولكن هنالك تعاون أيضا سري استراتيجي بين تركيا والكيان الصهيوني. لنكون صريحين مع كل ما يدعيه أردوغان. يعني أردوغان أيضا متلون، ما يدعيه بالإعلام شكل وفي الواقع أيضا أمر آخر. بالتأكيد أنا فقط أشير إلى ما ذكر بنقطة مهمة أنه طائرة الاستطلاع المتقدمة التي وصلت إلى اليمن MQ-9 أعتقد اسمه صحيح. استطاع اليمنيين إسقاطه، وهذا أعتقد تطور نوعي في وسائل الردع لدى الأخوة في اليمنيين. لا شك الآن هنالك تسيد واقعا على البحر الأحمر، على وهو أشار أيضا ضيفك إلى نقطة جدا مهمة أنه أحد عوامل السيطرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو البحار والأساطيل البحرية، وبالتالي الآن فقدت عناصر جدا مهمة جيوسياسية بالمنطقة مهمة جدا تتمثل بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العرب، وهنالك حتى ضربات وصلت إلى المحيط الهندي بالصاروخ الفرط الصوتي لأنه يعني يستطيع ضرب أهداف من الأرض إلى البحر. استطاع حسب يعني أيضا تصريحات من قبل الأخوة الحوثيين بأنه ضرب سفينة بحرية في المحيط الهندي. بمعنى آخر الآن هنالك تهديد حقيقي للسيطرة الأمريكية بالمنطقة، وليس بالمنطقة وإنما على المضائق التي تعتبر مهم جدا في نقل الطاقة وغيرها. وبالتالي هذا الآن نعم ندخل في صلب سؤالك. نعم هنالك الآن يعني ميناء إيلات تقريبا شبه فارغ، يعني كانت هنالك بضائع تأتي إلى الميناء، استطاع الأخوة اليمنيين أن يكون هذا الميناء تقريبا شبه فارغ. لذلك هو يلجأ الكيان الصهيوني إلى ما يسمى بالمساعدات بما يسمى بالطريق البري عن طريق الإمارات السعودية الأردن. الأردن أيضا هنالك طريق يأتي، وأيضا هنالك من مصر وتركيا، وبالتالي هذه الدول هي ربما تساهم في يعني إمداد العدو الصهيوني. لا شك في ذلك. وهذا هو هذا ديدن هذه الدول التي تدعي وتقول وتصرح، ولكن في الواقع هي أدوات. وأعتقد نتنياهو عندما عرض الخريطة يعني كان واضح جدا، قال بأن هذه هي دول الشر أو محور الشر مثل إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وأيضا ذكر الدول الصديقة وما يسمى بطريق التنمية. يعني كان واضح جدا الطريق التنمية الصهيوني الذي يمر من هذه الدول، يعني ذكر دول الخليج طبعا والسعودية وأيضا مصر والأردن. بمعنى أن هذا المحور هو معه وهو يدرك ذلك جيدا بأن هذه الدول لوجستين هي من تدعمه سواء بكل الوسائل. يعني الآن مصر ربما تصرح أيضا بالإعلام شكل وفي الواقع أيضا أمرا آخر. يعني لا شك أعتقد هذا هو ما جعل الكيان الصهيوني يتمادى بإجرامه، يتمادى في غطرسته في ضربه للمدنيين. هو لم يحقق استراتيجيا، لم يحقق لا برا لا برا، لم يستطع الوصول ولا حتى عن طريق المياه، لكن في عمليات داخل الكيان. السيد حسن، السيد الحوثي قبل قليل تكلم عن عملية يافا وكانت عملية بطولية هزت الكيان الصهيوني التي أكيد تبدناها حماس. إذن اليوم الصهاينة في داخل مقرهم هم مستهدفين، وأيضا يحاولون أن يؤمنون السفارات في مختلف الدول العالم. إذن الكيان بأشخاص مستهدفين بكل العالم. سيدتي كما ورد في القرآن الكريم فإن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. يعني يجب ألا نؤخذ كثيرا بما العنتريات والإعلانات يعني الإعلانية الاستعراضات الإعلانية التي يظهر بها نتنياهو أو غيره. يعني الداخل الإسرائيلي أكثر من مأزوم، أكثر من متشظي، أكثر من متجرذب. للمرة الأولى في تاريخ الكيان منذ ما قبل إنشائه
يخرج إلى الشوارع يعني أكثر من 1000 متظاهر لأول مرة منذ ما قبل الكيان، يكون هناك انقسام وإلقاء التهم ما بين الطبقتين السياسية والعسكرية، ما بين العسكريين أنفسهم، ما بين يعني السياسيين هذا الحزب أو ذاك الحزب. إذا نحن أمام أكد بأن الداخل الإسرائيلي مأزوم، وأن ما استطاع يعني طوفان الأقصى، ملحمة طوفان الأقصى أن يعني تحققه من نتائج هو أكبر بكثير مما قيل حتى الآن، وعلينا الانتظار. لكن هذا لا يعني بأنهم يعني أصبحوا بلا قوة، أصبحوا لا. أعود وأشدد، أي احتكاك مع الكيان الصهيوني، أي كسر، أي هزيمة، أي وهن، أي خلل يصيب الداخل الإسرائيلي أو الطرف الذي فيه كيان إسرائيلي هو هزيمة مسبقة تلحق بالولايات المتحدة الأمريكية. دعيني أوسع دائرة الرؤية قليلا. الخريطتان اللتان عرضهما نتنياهو، إحداهما كما تفضل ضيفك كريم حول ما أسماه طريق الشر وطريق أو محور الشر ومحور الازدهار. علينا ألا ننسى بأنه في ضمن هاتين الخريطتين، وبخاصة ما أسماه دول التنمية والتطور، هو التركيز على الطريق الهندي أو ما أسموه طريق بايدن. إذا هنا من هنا يأخذ الصراع بعدا عالميا أكبر. إذا الغاية هي التصدي الوقوف في وجه مشروع الطريق واحد الذي يعني أعلنت عنه الصين، إضافة إلى إشغال روسيا في أوكرانيا. وبالتالي الآن الصورة تتضح أنهم يريدون السيطرة على هذه المنطقة الجيوستراتيجية من العالم بدون قيد أو شرط. يرفضون يعني لن هذا الموضوع أكبر من نتنياهو وأكبر من الكيان وأكبر من بايدن. هذا الأمر متعلق بما يسمى الحقوق الدولي العميقة أو حكومة الظل العالمية. إذا هناك توجه عام يقول بأن المطلوب أن تكون جميع دول العالم تأتي راكعة إلى بوابات واشنطن، وواشنطن هي التي تحدد. طبعا واشنطن ومن يدور في فلكها وفق ما يقرره أو ما تقرره أيضا هذه ما يسمى الحكم الدولي العميقة، من هو جدير بالحياة، من يستحق الحياة ومن لا يستحق. متى كان العالم بكليته يعني يقف بالذراع للكيان الإسرائيلي؟ ومع ذلك سؤال أيضا كي لا نختبئ وراء أصابعنا، هل أثر ذلك على أداء الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة؟ ألم يتهجم نتنياهو على الأمم المتحدة من على منبر الأمم المتحدة؟ ألم يتهجم؟ يعني ماذا يعني أن يخرج بيان يقول بأن الأمين العام للأمم المتحدة من وزير الخارجية شخص غير مرغوب به، غير مرغوب وغير مرحب به في الكيان، ويعيد المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة هذا الكلام من على منبر الأمم المتحدة؟ إذا الموضوع أكبر من إسرائيل بكثير، كي لا يستهين أحد ولا يقلل أحد ما أنجزته محور المقاومة. ما أنجزه محور المقاومة هو خدمة للإنسانية. طيب أستاذ حسن، على ذكر المقاومة أكيد الوعي المجتمعي بدأ يستعيد يعني حتى لا يدركنا الوقت أستاذ حسن. المقاومة وبطولات المقاومة رأينا التظاهرات في الجامعات في الشوارع الغربية، هنا استشعروا الخطر. إذا لابد من إعادة كي الوعي المجتمعي. لإعادة كي الوعي المجتمعي لابد من استهداف رؤوس أو رموز محور المقاومة. كان العدوان السافر على في الداخل الإيراني واغتيال السيد إسماعيل هنية، كانت الاغتيالات المتلاحقة في لبنان ولا تستهلوها باغتيال القائد فؤاد شكر، بعد ذلك تفجيرات البيجر، تفجيرات لاسكي، والاستهداف في الضاحية الجنوبية، مع استمرار الجرائم على مدار الساعة في الداخل الفلسطيني. وكانت يعني الكارثة الأكبر باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. أستاذ حسن سأعود إليك بس خلي نوضح لأنه الوقت لا يدركنا، يكون نقطة مهمة. تفضل أستاذ حسن بأهمية أنه كل اليوم نقاط واضحة على العالم أن يعلم، مثل
نتنياهو يقول بأنه هناك دول خير وشر. انظروا أنتم بعينكم تقيمون اللي واضح، كل الأمور واضحة أمام العلن. روسيا اليوم النائب وزير الخارجية الروسي، روسيا ترفض بشكل قاطع الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي في الظروف الحالية، وهذا يعزز موقفها في هذه العملية. خلينا نتكلم عن الجانب الدخول البري. السيد الحوثي أكد أنه العدو الإسرائيلي اتجه إلى العدوان البري، وكان يظن أن الظروف قد تهيأت له وأن بنية حزب الله قد كانت منهارة، لكنه تفاجأ بذلك. نعم، هو بالحقيقة يعني هذه الفكرة يعني الخرق البري أو التوغل البري هي كان فكرة مطروحة من قائد المنطقة الشمالية لدى القائد الصهيوني، يعني قائد الصهيوني. استاذ رياض، اريد ابين نقطة، احنا على مدار كل الساعة نناقش هذا الموضوع بالدخول البري، وكل ساعة نبين بانه هذا الدخول هو فاشل. قبل اربع ساعات اشتباكات عنيفة وما زالت بين المقاومة والكيان في كفركل. هو يعني بتصوره انه يتصور انه استطاع القضاء على قيادات حزب الله المهمة، وبالتالي يعني هو ما يروجه لهذه السردية بأنه تم القضاء على 70% من قدرات حزب الله وغيرها، وبالتالي هو يريد يعني في تصور أنه يعني ذهاب أو إبعاد حزب الله إلى نهر الليطان. ولكن الحقيقة تثبت أنه هنالك على الأرض الواقع، وكما أشار لها في خطابه الأخير سماحة السيد حسن نصر الله، بأن البري لن يستطيع باعتبار أنه حزب الله يعرفون تفاصيل هذه المنطقة وطبوغرافية هذه المنطقة. صحيح. شبرا الآن، وأنت ذكرتي الآن هنالك خسائر كبيرة لجنوده في محور العديسة وأيضا في محور مروان الراس، وبالتالي الآن هنالك انتشال لجثث، يعني هنالك الآن يحاول المروحيات العسكرية، يحاول من خلال مروحيات عسكرية، ولكن هنالك أيضا ضرب للمروحيات باعتبار أنه لم يستطع أي توغل بسيط، يعني أننا نستطيع نقول أقل من كيلو ويتراجع، وبالتالي أثبت أنه لا يمكن أن يكون هذا الحل ناجعا، أثبت فشله من قبل الكيان الصهيوني، وإنما وضع من الخطط هي فاشلة جدا. وبالتالي هو يحاول التغطية على هذا الفشل من خلال ضرب الضاحية الجنوبية أو ضرب جنوب لبنان، ولكن على أرض الواقع لن يكون له تغيير واقعا في الصراع، باعتبار أن حزب الله متمكن من أدواته، متمكن من طبوغرافية المنطقة، وبالتالي يستطيع مواجهة الآن يعني قوة الرضوان استطاعت ببسالة عالية التصدي. بعض الإشارات تقول أن قوة الرضوان لم تشارك إلى الآن. خلينا ننتقل إلى فاصل الأستاذ رياض، فاصل مخرجنا بعدها راجعين. إن إمامنا الخامنئي السيد الحسيني القائد الشجاع والحكيم، وأن إخواننا في إيران هم أعلى وأشرف وأوفى من أن يبيعوا صديقا أو حليفا من أجل مصلحة إيرانية هنا أو هناك، بل هم يضحون بمصالحهم الوطنية من أجل الأمة ومصالح الأمة ومقدسات الأمة. أستاذ حسن، كيف تفسر الفشل البري المستمر على الحدود اللبنانية؟ قبل أن أفسره أنا فسره الجنرالات الصهاينة وتحدثوا عنه وقالوا قبل أن يبدأ وقبل بأسابيع وأشهر أنه أي حديث عن توغل بري باتجاه لبنان محكوم عليه بالفشل. موضوع لا يحتاج إلى كثير من التفكير وإلى كثير من يعني كما يقال إعمال الذهن. بال 2006 كانت قدرات حزب الله أقل مما هي عليه بعشرات الأضعاف، وكانت قدرات إسرائيل تكاد تكون ذاتها، يعني لم يطرأ هذا التغيير على قدرات، لأن كل ما تريد إسرائيل موجود ومفتوح المخازن وتمكين أتصالها ومصلها يعني تحت سيطرتها وخدمتها، كل ما يتم التوصل إليه من فتحات علمية في الفضاء وفي الأرض وغير ذلك. كان عدد الدول المصطفى إلى جانب الكيان الصهيوني غالبية دول العالم، وكان الداخل اللبناني يعني منقسم على ذاته، في حين رأينا بعض الانسجام وبعض التكامل وبعض الاتحاد، يعني وهذا موقف يسجل فعلا للشعب اللبناني في هذا الفصل الجديد. كان يعني العديد من الدول العربية
تربيها علنا، لا يعني لا يداري ذلك، وانما علنا يطالب بالقضاء على المقاومه. ومع ذلك لم يستطيعوا بعد 33 يوم سجلت اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه لاستصدار قرار من مجلس الامن بوقف اطلاق النار. لذلك لا علينا ان لا نؤخذ كثيرا بهذه البهرجه، بهذا يعني العتو، بهذا التكبر، بهذا الخطاب العدائي المتغطرس الاسرائيلي. مع امتداد يعني ايام المواجهه ستتكشف النتائج. من المسلم به بالعسكره وبالاستراتيجيه ان اطاله امد حرب، البعض يقول انها تكسر المصلحه محور المقاومه. لدى اسرائيل تفوق جوي، يا اخي الجميع يدرك ان لدى اسرائيل تفوق جوي وتفوق تقني وتفوق يعني معلوماتي، لكن هذا لا يعطيها على الاطلاق يعني ورقه ميزه اضافيه في احراز مصر نهائيا. ليس المهم السلاح بكل تأكيد مهم، لكن الأهم من السلاح هو من يستخدم هذا السلاح. الأهم من السلاح وممن يستخدمه هو الإرادة في داخل البيئة الحاضنة لهذا. من يستخدم السلاح في هذا الطرف أو زاد الأهم. إذا كان مارون الراس في يوم من الأيام بال2006 تحولت ووادي الحجير إلى مقبرة للدبابات، فالساعات القليلة أو الأيام القليلة الماضية التي بدأوا بالتوغل أو محاولة الدخول البري وأعلنوا أنهم دخلوا، بعد ساعات عادوا وقال أنهم يعني مجرد فكرة فقط لجس النبض. الآن عندما يعني مع الأمتار الأولى لمحاولة التدخل التوغل، كان فوجئوا بأن المقاومين من حزب الله مزروعون في الأرض. صح. جزء من تراب هذا جنوب، جزء من صخوره، وكانت يعني الملاحم البطولية التي أودت بحياة الكثير من جنودهم. نعم أستاذ حسن، حتى لا يدركنا الوقت أريد تفسير أخير منك. لكن أرسلوا أربع طائرات عمودية لإخلاء الجرحى، يعني كيف قتل جندي وكيف أربع طائرات لإخلاء الجرحى. نعم. والقتلى. نعم. في نهاية المطاف أي توغل. نعم. بكل تأكيد هو محكوم بالفشل. أكيد. طيب، وسائل إعلام إسرائيلية تايمز أوف إسرائيل لأول مرة منذ بداية الحرب الجيش اللبناني يرد على أطلاق النار على القوات الإسرائيلية، كيف تفسر ذلك باختصار؟ السؤال لي؟ مساعدة الجيش اللبناني ويرد على أطلاقات. نعم لك السؤال. بكل تأكيد هذا اسم الجيش اللبناني وليس اسمه جيش موجود على أرض لبنان. أنها غيرت معادلة التي كان مشهور بها قوة لبنان في ضعف إلى معادلة في جيشه ومقاومته وشعبه. نعم. وبالتالي هذا هو الجيش اللبناني، هذا هو الجيش الذي أعيد ببنائه وأعيدت هيكلته وأعيد يعني كل بنيته التنظيمية. نعم وصلت الفكرة أستاذ حسن. بعد أن حاول يعني أول مكان. نعم أشكرك أستاذ حسن، وصلت الفكرة. في الحرب الأهلية هو تغيير هوية الجيش اللبناني وتحويله إلى ميليشيات طائفية وأثنية وعبية. أشكرك أستاذ حسن يعني أحمد. نعم بفضل المقاومة. أشكرك خبير عسكري وسياسي من سوريا. هذا يدل أستاذ رياض بأن في توقعات للجيش اللبناني المؤازر والمؤيد لحزب الله، وأكيد راح يكون إلى دخول برأيك بنص أقل يعني مستقبل. أعتقد إمكانيات الجيش اللبناني هي أقل بالتأكيد، لكن هي المؤازرة مع ذلك هنالك هذا بلده دولة. هذا بلده وهو يدافع عن بلده، وأعتقد القانون الدولي يسمح له بأنه يدافع عن أرضه وعن بلده، وبالتالي هذا أعتقد أقل واجب يجب أن يقدم الجيش اللبناني مساندة حزب الله وكثير من المقاومين. أدركنا الوقت للأسف لبنان. شكرا جزيلا لك للانضمام على رأس الساعة، تغطياتنا من الأيام المستمرة إن شاء الله. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.